موزعين على 8962 مركز اقتراع و 57944 محطة اقتراع، وكان العدد الكلي للناخبين الذين صوتوا في الاقتراع الخاص والعام 9,077,779 ناخبا وبنسبة 41%، وكان عدد الشكاوى للاقتراع الخاص 25 شكوى فقط، وللاقتراع العام 94 شكوى، منها خضراء 20 وصفراء 21 مع 78 قيد التصنيف، ولم تصنف أي شكوى حمراء لغاية الآن، علما أنه الساعة الخامسة من هذا اليوم كان آخر موعد لاستلام الشكاوى. وبموجب المادة 20 من القانون فإنه يتم الطعن بقرارات مجلس المفوضين الخاصة بالنتائج خلال 3 أيام تبدأ من اليوم التالي للنشر، وتتولى المفوضية الإجابة عن الطعون المقدمة إليها أو إلى الهيئة القضائية للانتخابات خلال مدة لا تزيد على 7 أيام عمل من تاريخ ورود الطلب، وتبت الهيئة القضائية للانتخابات في الطعن خلال مدة لا تزيد عن 10 أيام عمل من تاريخ إجابة المفوضية على الطعن. وقد نشرت المفوضية ظهر هذا اليوم نتائج الاقتراع العام والخاص على الموقع الرسمي للمفوضية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ومراكز عرض النتائج ل19 مكتب انتخابي ولجميع الدوائر الانتخابية في المحافظات. وابتداء من يوم غد الثلاثاء ستتلقى المفوضية الطعون المقدمة ولمدة 3 أيام. وتود المفوضية إعلامكم أنه وبعد إجراء عملية العد والفرز اليدوي ل8273 محطة في التصويت العام بموجب القانون الانتخابي ومقارنتها بالفرز والعد الإلكتروني، كانت نسبة المطابقة 100%، وكذلك تمت المطابقة بين النتائج التي تم نقلها عبر الوسط الناقل وعصا الذاكرة، وكانت المطابقة 100%. وبلغت عدد المحطات التي لم ترسل نتائجها 3181، منها 110 محطة بسبب خلل فني في عدد في هذا العدد، و 3071 بسبب تأخر الإرسال عبر الوسط الناقل في الوقت المحدد للإرسال، وسنقوم بإحضارها ونقلها إلى بغداد من جميع المحافظات، وستدقق أمام الإعلام والمراقبين والوكلاء بناء على إجراءات أعدتها المفوضية سلفا وقبل موعد الانتخابات. أود أن أوضح أيضا أخوتي الكرام موجز الأعمال للفترة من 5 إلى 11/10/2021 وعلى النحو الآتي: أولا، تم توزيع جميع مواد الاقتراع على مراكز ومحطات الاقتراع التصويت العام والخاص وفق خطة لوجستية وبالتنسيق مع اللجنة الأمنية العليا التي اشتركت معنا منذ البدء في إعداد خطة استمرت منذ تسلم مجلس المفوضين لمهامه واستمرت حتى يوم الانتخاب وحتى هذا اليوم، فشكراً إلى اللجنة الأمنية العليا. ثانياً، تم استرجاع عصا الذاكرة USB الخاص بنتائج الانتخابات وباستخدام الجهد الجوي وخلال 8 ساعات لعملية التصويت الخاص والعام. كذلك تم استرجاع جميع مواد اقتراع مراكز ومحطات التصويت الخاص إلى المخازن المؤمنة التابعة للمفوضية. كذلك تم استلام استمارات 41 و42 استمارات التسوية والمطابقة للمحافظات تباعاً. شكراً جزيلاً أخوتي الكرام. شكراً. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الحاضرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا اليوم الذي كنا نعمل عليه منذ تشكيل اللجنة الأمنية العليا
التي شكلت بموجب الأمر الديواني 35 لسنة 2021. هذا اليوم الذي وعدنا فيه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وكل شعبنا بأن هذه الانتخابات ستكون انتخابات آمنة وتجري بدون خروقات أمنية وتجري بدون التأثير على إرادة الناخبين. هذه الانتخابات لأول مرة تجري بدون حظر الاتجوال، وكانت الأمور تجري بسلاسة عالية. جميع القطاعات والوحدات التي اشتركت بتأمين حماية الانتخابات كانت قطاعات تعمل ليل نهار، وإلى الآن وحداتنا وجنودنا وضباطنا ومقاتلينا من وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب والأجهزة الأمنية الاستخبارية لا زالوا في الواجب لغاية هذه اللحظة ولحين إكمال النتائج وعودة كل الصناديق إلى مخازن المفوضية. عملنا منذ اليوم الأول مع المفوضية المستقلة للانتخابات بالفريق الواحد، كذلك انتقلنا إلى جميع المحافظات واستمعنا إلى رؤية كاملة للمشهد الانتخابي وإلى المناخ الانتخابي في هذه المحافظات. كان هناك تقييم واضح من الأجهزة الأمنية والاستخبارية لكل محافظة تقيم التهديدات، وكل إلى مستوى الدائرة الانتخابية ضمن الدوائر 83 الانتخابية أعددنا خطة مرنة وأتبعناها بممارسات عملية على الأرض. هذه الممارسات التي استفدنا منها كثيراً في تصحيح أخطائنا وعالجنا بها الكثير من السلبيات. أيضاً كان هناك تنسيق عالي مع الإخوان في إقليم كردستان، وزرنا الإقليم واستمعنا إلى خطط مدراء الشرطة، وكان هناك تعاون مع وزارة الداخلية في إقليم كردستان. أيضاً كان هناك تعاون مع المواطنين من خلال تخصيص خطوط ساخنة للإخبار عن حالات المخالفات الانتخابية ومخالفات الأمن الانتخابي. يوم أمس وخلال يوم الاقتراع ألقينا القبض على أكثر من 200 مخالف للتعليمات التي أصدرناها والتي كانت تنص على عدم التدخل بإرادة الناخبين، وأحيلوا إلى اللجنة القضائية التي شكلها السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى مشكوراً. كل قطاعاتنا أسهمت في تأمين، ووحداتنا أسهمت في تأمين بيئة انتخابية آمنة لم تشهد التأثير على إرادة الناخبين، لم تشهد مظاهر مسلحة، لم تشهد أي خروقات أمنية. شكراً لكل أخواني في المحافظات ورؤساء اللجان الأمنية، وحداتنا من الجيش والشرطة وجهاز مكافحة الإرهاب وجهاز المخابرات الوطني والأمن الوطني ووكالة الاستخبارات لوزارة الداخلية، كل هذه الأجهزة الأمنية، إضافة إلى أخواننا في هيئة الحج الشعبي الذين لم يتركوا مواضعهم طيلة فترة الانتخابات. شكرنا إلى مكتب السيد القائد العام، مكتب السيد رئيس الوزراء الذين ساعدونا بكل ما نحتاج، وكل معاضلنا كانت تحل بشكل سريع. دعم كبير من السيد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، سخر كل موارد الوزارات الأمنية والخدمية لتأمين الانتخابات وتأمين احتياجات هذه اللجنة. شكري إلى أخواني في اللجنة العليا، شكري إلى أخواني المشرفين الذين أرسلناهم إلى المحافظات ليطلعوا على تفاصيل الخطط الأمنية. أشكر كل من عاوننا وساعدنا في تأمين انتخابات حرة نزيهة تليق بشعبنا وتليق ببلدنا. هذه الانتخابات الأولى التي تجري بشكل منسق وشكل منظم وتنسيق عالي بين المفوضية وبين اللجنة الأمنية العليا. أشكر أخي وعزيزي الأخ القاضي الأستاذ جليل على تنسيقه ودعمه المتواصل، كذلك جميع الإخوان في المفوضية، الإخوان المفوضين، كان هناك تعاون وتنسيق مستمر، كل الإخوان الذين ساعدونا في إنجاز هذه الانتخابات. شكراً جزيلاً.